قصص غريبة وعجيبة جدا ولكنها حقيقية. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدي وتاج رأسي محمد بن عبد الله، معكم محمد الجاسور وقناة تنابيش، قناة بتهتم بالتنبيش والبحث في كل فروع المعرفة في كل زمان وفي كل مكان فوق سطح هذا الكوكب. رجل هندي ينام 300 يوم في السنة، السبب حالة طبية نادرة. كشفت صحيفة انديا اكسبريس عن قصة رجل يدعى بورخارام، عنده 42 سنة، بينام لمدة 20 إلى 25 يوم في الشهر أو 300 يوم في السنة، وهو من منطقة ناجور في راجستان، وينام طوال هذه الأيام بسبب حالة طبية نادرة تسمى إكسس هايبرسومينيا. أطلق القرويون لقب كومبهاكارنا على بورخارام، وهو من سكان قرية بهادوا، وهو قادر على تشغيل متجر البقالة الخاص به لمدة 5 أيام فقط في الشهر. وقد تم تشخيص حالته قبل 23 سنة وأثرت على حياته، بحيث يضطر أفراد عائلته إلى إطعامه أثناء نومه، فهو مصاب بحالة مرضية اسمها فرط النوم المحوري. ويمكن وصف هذه الحالة بأنها اضطراب نوم عصبي مزمن يؤدي إلى النعاس أثناء النهار أو ساعات النوم الطويلة اللي هي أكثر من 9 إلى 10 ساعات في 24 ساعة. ووفقا لدراسة نشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية NCBI، فإن فرط النوم وهو شكوى من النوم المفرط أثناء النهار أو النعاس يؤثر على 4 إلى 6% من السكان، مما يؤثر على الحياة اليومية للمريض. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومنت. قرية أمريكية، عدد سكانها سيدة أمريكية واحدة. قرية موناوي في ولاية نبراسكا الأمريكية تعيش واقع سيء بسبب جائحة كورونا، مثل ما تعاني مناطق أخرى بسبب الجائحة. تعيش إليسا إيرلير وحيدة في القرية، فلا يشاركها أحد السكن في هذه القرية. المرأة تبلغ من العمر 87 سنة، تقوم بالعديد من المهام، فهي عمدة القرية وأمينة مكتبة القرية ومديرة النقابة في نفس الوقت. وأسست السلطات الأمريكية قرية مينوموي عندما جرى توسيع شبكة السكك الحديدية في ولاية نبراسكا عام 1902. وبعد 28 سنة سكن القرية 150 شخص على مساحة كيلومتر مربع، لكن سرعان ما رحل الشباب الأوائل لأن القرية الزراعية لم يكن لديها الكثير لتقدمه. وغادر الآخرون القرية بعدما أوقفت السلطات المحلية مشروع توسيع السكك الحديدية. ووفق التعداد السكاني في عام 2002 لم يتبقى سوى شخصين في مونوموي، هما الزوجين إيرلر، رودي وإليسا. وعندما توفي رودي في عام 2004 بقيت الأرملة إليسيا فقط في القرية. وتقول المرأة المسنة إنها تحدث خريطة القرية والشارع الرئيسي الوحيد فيها بشكل سنوي من أجل ضمان تمويل الدولة بمصابيح الشارع الثلاثة الموجودة فيه. وتدير هذه السيدة العجوز المسنة حتى اليوم حانة تقليدية في القرية، وتملك تصريح بتقديم الكحول والمنتجات الغذائية والمشروبات، وعند العجوز عدد من الزبائن المخلصين يقودون سياراتهم
مسافة 140 كيلو متر للوصول إلى القرية وقضاء بعض الوقت في الحانة. وغالبية الزبائن من السكان الذين عاشوا سابقا في القرية قبل هجرها. وتعتني إليسا بالحانة منذ عام 1971 عندما اشترتها هي وزوجها، ولم تغير الأرملة المسنة روتينها اليومي في ظل وباء كورونا، إذ تستيقظ في الصباح وتذهب إلى الحانة ثم تعود إلى المنزل في المساء. ولا تملك إليسا هاتفا جوالا رغم وجود شبكة واي فاي في الحانة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومنت. محاكمة سيدة ألمانية عمرها 96 سنة بتهمة المشاركة في قتل 11,000 شخص. قررت محكمة ألمانية محاكمة عجوز تبلغ من العمر 96 عاما متهمة إياها بالتواطؤ في قتل أكثر من 11,000 شخص حين كانت سابقا سكرتيرة في معسكر هتلر في شتوتهوف أثناء الاحتلال النازي لبولندا في الحرب العالمية الثانية، وفقا لوكالة سبوتنيك الإخبارية. وستتم محاكمة السيدة أمام المحكمة الإقليمية في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية بتهمة المساعدة في القتل الممنهج لآلاف الأشخاص. وقالت المحكمة إن المحاكمة ستبدأ مؤقتا في 30 سبتمبر المقبل، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمة قامت بارتكاب جرائم القتل حينما كانت سكرتيرة في مكتب معسكر الاعتقال النازي شتوتهوف السابق بين يونيو 1943 وأبريل 1945، وأنها ساعدت قادة المعسكر في القتل الممنهج للمعتقلين هنا. وقد تم استجوابها عدة مرات بشأن المحرقة كشاهد. بعد 32 سنة سجن ثبت أنه بريء من جريمة قتل. طلب رجل أمريكي يدعى جيلبرت بول يبلغ من العمر 56 سنة بتعويضات مالية تصل إلى 1,600,000 دولار أمريكي بعد أن أمضى 32 سنة في السجن على خلفية جريمة قتل اتضح مؤخرا أنه لم يرتكبها. وكان جيلبرت قد أدين عام 1988 بارتكاب جريمة قتل رجل في مدينة ديترويت الأمريكية، ورغم محاولاته المتكررة إثبات براءته وطعنه في الحكم إلا أنه أمضى 32 سنة كاملة في السجن. وكان هناك دليل يؤكد صحة كلام جيلبرت بعد اعترافه بتنفيذ عملية القتل طعنا. وكادت القضية تطوى، لكن تطورا بدأ فيها خلال السنوات الأخيرة بعدما اكتشفت السلطات أن الدماء التي كانت في موقع الجريمة لا تتطابق مع دماء جيلبرت أو حتى دماء الضحية. وقال الرجل في المحكمة: أمضيت عقودا في تعلم القانون وقراءته ودراسته، لكن ذلك لم ينفع معي. ووثقت الكاميرات خروجه من أحد سجون ولاية ميشيغان بعد أن نال البراءة التي انتظرها عمرا طويلا. وبكده الفيديو خلص، لكن المعلومات لسه ما خلصتش. ياريت أكون ضفت لسيادتك معلومة جديدة. ما تنساش تصلي على سيدي وتاج راسي محمد بن عبد الله، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومنت. انتظروني كل اثنين وخميس مع فيديو جديد. أنا محمد الجاسور، لكم مني أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.